البارحة ذكرنا شيئا
ام عن الحضارة الإسلامية الصحيحة؟ سؤال، وهذا السؤال ليس خاص بأولئك، وإنما هذا السؤال منذ 20 سنة أو 30 سنة أنا أسأله وأسأله، يعني هم كنت أسأل وهم كنت أسأل من قبل الطلاب، كنا في كفلاء وأصدقاء الطلاب الجامعيين والدكاترة وما أشبه، جدا بكثرة أكثر من الكويت. هذا الكويت كما تعلمون بلد يحتوي على 1 مليون إنسان، والعراق بلد يحتوي على 10 ملايين إنسان، نصف التفاضل. فكنا نتساءل هذا السؤال وكانوا يتساءلون هذا السؤال، وكذلك الشباب في كل مكان والشابات في كل مكان يتساءلون هذا السؤال، وهو أن هذا الإسلام العظيم الصحيح التخطيط المنزل من قبل الله سبحانه وتعالى، والذي يعطي للبشر كل حاجاته على أحسن وجه، كيف سقط ولماذا سقط؟ يعني أنه برضه فرد شجرة ضعيفة، نبتة، هبة، ريح فسقطت، ماشي طبيعي أن الشجرة الضعيفة تسقط. أما لنفرض فرد شجرة قوية أو فرد بناية قوية جدا من الكونكريت المسلح وبعاصمة تقع، أليس محل التساؤل أنه لماذا سقطت هذه الشجرة؟ أو لماذا سقطت هذه البناية؟ الإسلام العظيم الذي جعله الله لأجل إسعاد الإنسان في الدنيا والآخرة، كيف سقط هذا السقوط الهائل؟ أما أن الإسلام سقط سقوطا هائلا أو المسلمون سقطوا بالأحرى سقوطا هائلا، هذا لا يحتاج إلى دليل. أجيب لكم دليل صغير ومثال صغير، وفي ليلة أخرى نوسع في هذا الموضوع حسب مقتضى الزمان والبحث وما أشبه، وهو أنكم لاحظوا الآن المسلمون 800 مليون مسلم. حتى 800 مليون مسلم لا شك أن عواطف كلهم مع أين؟ مع القدس. من هم مع فلسطين؟ لنفرض أن عواطفهم مع فلسطين، لنفرض ولو أن عواطفهم مع فلسطين قطعا وقطعا وقطعا، لنفرض أن عواطفهم مع القدس. 100 مليون عواطف وأفكار ويحبون ويقرؤون في القرآن، لأن القدس في القرآن موجود، وأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم سافر إليه في ليلة الإسراء. ثم هؤلاء في قبال 3 ملايين ركعوا، لأن هؤلاء المسلمون الآن في قبال اليهود راكعين، هذا لا شك فيه. قولوا من وراء اليهود أمريكا أيضا، لكن من وراء المسلمين روسيا أيضا، لأن كثير من المسلمين أصدقاء روسيا وأصدقاء الصين، هذا لا شك فيه، وكثير منهم أيضا أصدقاء لأمريكا. هؤلاء 800 مليون ركعوا أمام 3 ملايين، مع العلم أن جامعة الدول العربية معهم، والأمم المتحدة معهم، والتيتو معهم، وبرجنيف معهم، ورئيس الصيني معهم، وفلان معهم، وفلان معهم، لكن ركعوا واقع، هذا لا شك فيه. هل هناك دليل أوضح من هذا السقوط الهائل؟ هذا سقوط هائل، وقلنا إن شاء الله ليلة أخرى نتكلم حول هذا الموضوع تكلما مفصلا. الآن كلامنا هو في هذا الموضوع. السؤال أن الإسلام الذي أشرنا إلى بعض حرارته في الليلة البارحة، هذا إسلام قوي يعبده الله ويخطط للحياة تخطيطا سليما سعيدا، كيف سقط هذا السقوط الهائل؟ هذا هو السؤال. الواقع الأجوبة على هذا السؤال موجود بوفرة، وكل إنسان يعلل سقوط المسلمين وسقوط القوانين الإسلامية معهم بعلل، وإني شخصيا بحثت وشاورت وتكلمت مع
مع كثير من الأصدقاء حول هذا الموضوع حتى نجد العلاج، لأن الإنسان إذا لم يفهم المرض هل يفهم العلاج؟ هل الدكتور موجود هنا؟ اسأل من أن إنسان مريض راجعك وسأل عنك أني أنا مريض أريد الدواء. الدكتور إذا ما فهم أن مرض في الكلية أو في الكبد أو في القلب أو في المخ هل يتمكن من علاجه؟ فلذا يجب علينا نحن المسلمين أولا أن نشخص موضع المرض، يعني ماذا أصاب المسلمين حتى سقطوا. خلصا، والذي يتساءله الشاب والشيخ والرجل والمرأة والطالب والكاسب وكل أنواع المسلمين. أما الجواب ونلخص بطبيعة الحال لأن وقتنا لا يحتوي التوسع في الكلام، التلخيص في الجواب: كانت للمسلمين حكومتان كبيرتان. اسمعوا يا شباب واسمعوا يا شابات، لأن هذه النقطة لعلها ما مرت عليكم إلا قليلا أو ما مرت عليكم إطلاقا، ولو أني أوصيكم جميعا بمطالعة أي كتاب في هذا الشأن حتى تكونوا أنتم على علم تطبيقي واقعي بالموضوع. المسلمون قبل 150 سنة وقبل 200 سنة كانت لهم حكومتان عالميتان. الحكومة الأولى الحكومة القاجارية، القاجاريون هذول حكام يحكمون البلاد الإيرانية، وهؤلاء سلسلة من الحكام ومملكتهم وسيعة، وهم زعيم العالم الشيعي في ذلك اليوم. وعلى علمكم وقلنا قبل ليال أيضا أثبت الإحصاءات الدقيقة أن الشيعة والسنة طائفتان متعادلتان تقريبا من حيث النفوس، يعني أن عدد المسلمين 800 مليون مسلم، 400 مليون منهم شيعة و 400 مليون منهم تقريبا سنة. الحكومة القاجارية هذه حكومة تحكم إيران وفوق إيران، والتي نتكلم الآن عن شيء منها هذه زعيمة العالم الشيعي. وهناك كانت حكومة وإمبراطورية إسلامية ثانية هي زعيمة العالم السني، وهي الحكومة العثمانية ومقرها تركيا. هاتان الحكومتان حكومتان إسلاميتان وكجناحين للمسلمين وللعالم الإسلامي، والطائر يطير بجناحيه. قال شيء واضح، هاتان الحكومتان ضعفتا، وضعفهما وجمودهما وجهلهما سبب سقوط المسلمين. مثل أب في البيت ضعف عن الإدارة والفهم والفكر، قال لا شك أن أولاده يتبعثرون. وكلكم تعلمون إذا مدير في مدرسة حتى ابتدائية ضعف عن الإدارة، لا شك يصبح في المدرسة الفوضى. وكذلك إذا مدير المستشفى ضعف عن الإدارة، لا بد وأن يصبح في المستشفى الفوضى، هذا لا شك فيه. أما كيف هاتان الحكومتان القاجارية والعثمانية ضعفتا فسقطتا، لأن كلتاهما أيضا سقطتهما وأسقطتا المسلمين. أبين لكم مثالين فقط مو أكثر، لكنني أرجو الشباب بصورة عامة والشابات بصورة عامة أن يطالعوا الكتب المربوطة بهاتين الحكومتين العثمانية والقاجارية، ويروا نقطة الضعف ونقطة القوة في هاتين الحكومتين ولماذا سقطتا. لأن الحكومة الإمبراطورية تسقط، هذا شيء عجيب في الحقيقة،
الآن إذا نحن سمعنا أن أمريكا سقطت نتعجب، أو إذا سمعنا أن الاتحاد السوفيتي سقط نتعجب ونسأل الأسباب، لماذا هذه الحكومة القوية ذات العدد والعدة سقطت؟ مثالين، مثال ناتي من قاجار ومثال ناتي من العثمانيين، وكلتا المثالين موجود في الكتب لعلمكم، مو أنه شفاء سامعي أو جاءنا مثلا من الكبار أو ما أشبه، ولو سمعناها من الكبار أيضا، لكن الذي موجود في الكتب في هذه المثالين موجودان. حكومة القاجار، هاي القصة اللي أقول لكم قبل 120 سنة بالضبط، أو قبل 120 سنة وست شهور، خمس شهور، أربع شهور، يعني هالشكل حوالي، قبل قرن وعشرين سنة، نشطت من حكومة القاجارية امرأة من عائلة المالك، يعني من العائلة القاجارية من عائلة الحكام. هذه المرأة تسمى بمهد عليا، اسم المرأة المهد العليا. هذه المرأة بنت الملك، أخت الملك، عمة الملك، خالة الملك، لأنهم حتى ملوك ومتشابكين القاجارية. هذه المرأة تدريجا سيطرت على الأوضاع في إيران تدريجيا. لكن أولا لعلمكم أن المرأة مو لإدارة الحكم، وهذا شيء واضح، والرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن قوما وليتهم امرأة لا زال أمرهم إلى سفال. المرأة خلقها الله سبحانه وتعالى للعاطفة، للحنان، للشذا، لتجميل الحياة، والرجل الله خلقه للعمل، للخشونة، للمصاعب والمتاعب. ولنفرض الرجل والمرأة سيارة ماكنة وكشن، كلاهما صحيح، الماكنة في مكانها صحيح والكشن في مكانها صحيح، فهل يحق للكشن يقول أني أعمل عمل الماكنة، أو للماكنة أني أعمل عمل الكشن؟ أبدا، الكشن للجلوس والاستراحة والمسافر وما أشبه، وكذلك الماكنة للتعب والنصب وجر هذه الغرفة التي تسمى السيارة. المرأة مو للحكم، والدليل أن الآن في كل العالم ما كل امرأة الحكم، مع العلم أن الاتحاد السوفيتي لا يؤمن بالله، والصين الشعبية لا يؤمن بالله، وأمريكا لا تؤمن بالإسلام، وإنجلترا لا تؤمن بالإسلام. لماذا رؤساؤهم كلهم رجال؟ لأن مهنة المرأة ليست هذا الشيء طبيعيا، آمن بالله أو لم يؤمن الشعب، أو آمنت بالله هي المرأة أو لم تؤمن. حتى إندرا غاندي هذه الذي تحكم الهند الآن في محاكمات، وكلكم تعلمون بقضاياها وتقرؤون قضاياها، وكذلك جولدا مير التي حكمت إسرائيل عجلت عن الحكم، وإذا أخذتها القضاء لها مقشعني كما يقول الشاعر. وكذلك في غير أماكنه، لها مرات كان كنا يحكم في ثلاث مدن وكلهن عزلنا وذهبنا، علامة عدم كفاءتهن. الشاهد فمهد عليا في إيران القاجارية نشطت في اتخاذ زمام البلاد. هل هذا صحيح؟ هذا هو غير مشروع، لأن الشرع ينهى عن ذلك، حتى أن المرأة لا تصح تقليدها، ولا تصح أن تصلي خلفها وأنت رجل. نعم، يصح أن تصلي المرأة خلف المرأة، هذا صحيح، وقد نصب رسول الله امرأة تسمى أم ورقة في المدينة المنورة، النساء يقتدين بها. هذه المرأة مهد عليا أخذت زمام الحكم في إيران، لا بأس، لنفرض أنه نحن مربوطين بالإسلام والعياذ بالله، ونقول هو امرأة متمثلة شخصية أخذت الحكم. لكن هذه المرأة أخذت تسيء التصرفات، والتي الآن نأتي إلى نتيجة تصرفاتها وهي محل شاهدنا.
من جملة تصرفاتها أنها تعذب الناس تعذيبات لا في الدين ولا في القانون ولا في الإنسانية. تعذيب الناس. عذبت وعذبت 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 إلى أن انتهى الأمر إلى رجل من الأسرة الحاكمة القاجارية يسمى الرجل بعباس ميرزا. من الأسرة هو هذا الرجل، وفي نفس الوقت هو حاكم، ومن نفس أسرة المالكة يعني أسرة ملوك قاجار، وهذا الرجل عباس ميرزا. فغضبت هذه المرأة القاجارية واسمها مهد عليا، وأمرت بإقلاع عيني عباس ميرزا، هذا الرجل الحاكم القاجار. قلع العين لا يجوز إلا في مورد واحد فقط، وهو ما قاله الله تعالى في القرآن الحكيم: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين. يعني إذا فرد واحد قلع عين إنسان، هذا الإنسان المقلوع العين له حق أن يقلع عينه، وله حق أن يأخذ الدية. إذا أخذ الدية 500 دينار ذهب، لأن لكل عين 500 دينار ذهب. وإذا ما رد الدية له الحق أن يقلع عينه كما قلعه عينه. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين. مهد عليا أمرت بقلع عين عباس ميرزا القاجاري الحاكم في ذلك اليوم في منطقة. الإنسان مستعد أن يقلع عينه وتقلع عينه. هرب عباس ميرزا، هرب فرد مدة بالهروب. بعد ذلك تفكر على أنه وإلى كم هو يحتفي وبالهروب، راح والتجأ إلى السفارة البريطانية في طهران. التجأ إلى هناك وقال: إني ملتجئ إليكم من يد مهد عليا التي تريد أن تقلع عيني. السفارة البريطانية أجارت هذا الرجل عباس ميرزا، أجارت وكتبت كتابا إلى المصدر الأعلى في طهران ذاك اليوم على أن عباس ميرزا لا يمس، لأنه أجار بنا التجاء سياسي لا يمس. حكومة طهران ذاك اليوم كتبت إلى السفارة البريطانية: لا حق لكم في هذا الشأن، لأنه رجل إيراني ومن أسرتنا نحن القاجار، فما أنتم وهو. السفير رد، والحاكم الأعلى في ذلك اليوم رد، وصار حراك كتب بين السفارة البريطانية في ذلك اليوم وبين من؟ الحكومة القاجارية في طهران. صار بينهم حراك كتب. صار ترى الكتب بينهم. فرد مر كتب كتاب السفير البريطاني، كل هذا مكتوب في التواريخ، مكتوب كتب كتاب: أنكم يا حكومة طهران القاجارية أهنتمونا نحن. إحنا ما أهنتكم، لا أبدا، أنتم أهنتمونا. الحكومة مو مسلحة أولا سلاح كافي وغير عصري في ذلك اليوم، وبريطانيين أقوياء وعصريين وعندهم سلاح، وإذا بهم دشوا من نفس هذا الخليج الذي تشوفونه ومن نفس هذه المياه دشوا في إيران، وأخذوا بنادر إيران كل من هذا الجانب. أنتم تريدوننا، نحن أجرنا إنسانا وأنتم لا تجيرونه، دشوا في إيران. إلى فرض أوروبا إيران دشوا هؤلاء ومن نفس هذا البحث الذي تجدونه وتروفون تتبشون عليه. وإذا جيش أجنبي كافر يدش البلاد بالعنف، نتيجة عمل المخدرة مهد عليا وتصرفاته السيئة بقلع عين إنسان، زعتشوا فيها. ذاك الوقت الحكومة الإيرانية اتصلت بالسفارات وبالبريطانيين، قالوا أبدا لنا الحق. هلا شلون فلسطين يقولون إسرائيل يقول لنا الحق ولا يتزحزحوا؟ ما يتزحزح هذا شر ربه. فرد إنسان تابع إلى دولة قاجار لأجله تحتلون جزءا كبيرا من إيران، هذا هو القوة.
بعد ذلك جلسوا بعض مع بعض وبعض مع بعض وتكلموا من هنا وهناك، وأخيرا انتهى إلى أن الحكومة البريطانية قالت إني مستعد لإنزال جيوشي وأساطيلي من بلادكم وإخراجها وسحبها من بلادكم على شرط. ما هو الشرط؟ الشرط أن تفوضوا أفغان إلي وأنا الحكومة البريطانية. وإلى ذاك اليوم أفغان جزء من إيران، كل الأفغان ها كابول وإيران وروحوا إلى هناك وإلى هنا وإلى هنا وإلى هنا، كل هذا كان جزء من إيران. لا يصير نتنازل عن أفغان بكاملها، قالوا هذا الشيء. وإلا نبشر في بلادكم أكثر وأكثر ولا قوة، وأنتم ما عندكم قوة. وأخيرا قبل 120 سنة بالضبط جبرت الحكومة القاجارية في إيران أن تتنازل عن أفغان في قبال خروج البريطانيين عن بنادرها وعن ثلث أوروبا بلادها، واقتطعت هذا الجزء الثمين من هذه البلاد. يعني صار بلدين بعد أن كان بلدا واحدا وإمبراطورية واحدة. صور الجهل وصور الجمود. أولا حكومة مستعدة سلاحا وصنعة وقوة، لماذا تتداخل مع حكومة قوية من وأكثر قوة؟ لكن جهل وعدم سماع كلام الله تعالى. الله قال في القرآن وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ثم شنو مرعب تصرف في شؤون الدولة، الدولة الكبيرة ذلك اليوم، لأن ذلك اليوم إيران ضعف إيران اليوم وأكثر من أفغان بالمناسبة بطبيعة الحال. لماذا المرأة تتصرف في شؤون الدولة ثم تتصرف هذا التصرف الشائن؟ يخلع أين فلان وهو أيضا حاكم القاجاري وله خدمات للدولة. لكن في الحقيقة أن جهل هؤلاء الحكام وجمودهم ومخالفتهم للإسلام سبب تدريجيا السقوط والسقوط والسقوط والسقوط، وقبله سقطوا سقطة سابقة، وبعده سقطوا سقطة ثانية وثالثة ورابعة وإلى آخر القرن. هذا مثال. وبطبيعة الحال إذا كان الحكام هكذا الشعوب لا يتقدمون، وشيء واضح، لأن الحاكم كأب للشعب ومثله مثل الأب في البيت. فإذا أبو البيت صار جاهلا جامدا اعتباطيا مبعثرا، كل الأولاد يطلعون جاهلين جامدين مبعثرين كما حدث بالذات. هل الإمبراطورية هكذا سقطت؟ وأنت قصة أكون، وإنما إني نقلت لكم قصة واحدة فقط، وأنقل لا بأس أن أنقل لكم قصة ثانية، لأن في الحقيقة هؤلاء فالقصص مستقرة عندهم إلى أبعد الحدود مما لا تصدق، لكن سجلها التواريخ الإيرانية بنفسها. فالواحد من حكام إصفهان وذلك اليوم في إصفهان العلماء والقضاة والفقهاء والشخصيات والمؤمنين، اسم هذا الحاكم ظل سلطان، ظل السلطان، هذا من المقام القاجاريين في أسفان. هذا الرجل كان ألف مشكلة عليه، ولا نريد أن ننقل المشاكل وإنما كلمة. من جملة المشاكل أنه في وسط المجلس العام قاعدين، هذا مسجلها في التواريخ مسجل، في مجلس عام الناس قاعدين، خادمه كان يأتي وينزع شرواله يعني لباسه ويخرج عورته يخليه في إناء حتى حضرة الذئب يقول أمام الناس جالس. هذه الأشياء استهتار حقوق الناس وعدم كرامة الناس. وكلما كانوا يرجون إلى السلطة القاجارية العليا أن هذا الرجل غير صالح لقسوته ولقتله للناس ولاستهتاره بكرامة الناس، يقولون لا بأس. بطبيعة الحال فسقطوا وأسقطوا. قد يكون أنا أسقط لكن لا أسقط، قد يكون فرد واحد على متني
أن يقسط نفسي بهذا اللي على مبني أيضا يسقط. هاتان قسطتان من قصص الفجاريين الذين سقط بأيديهم البلاد الإسلامية الشيعية. هذا عن كلكم قصتين فقط من مئات القصص لهم وكلها مسجلة في الكتب. وأكرر للإخوان الشباب أن يقرأوا الكتب ويطالعوا ويقارنوا ويفهموا حتى نعرف لماذا سقطنا، ثم نتكلم في ليلة ثانية إن شاء الله تعالى كيف النهوض وكيف نرد إلى أنفسنا المسلمين ككل كياننا وعزتنا وسعادتنا. الحكومة التركية أول ما ظهرت هؤلاء فروا أمام الغول، وخمسون ألف منهم التجأوا إلى آسيا الوسطى، يعني تركيا وحواليها، إذن آسيا الوسطى، ولا كانت تسمى آسيا الوسطى على البلاد، وإنما كانت هذه بلاد البيزنطيين المسيحيين. خمسين ألف منهم راحوا هنا. في ذلك الحقيقة كان عندهم اتفاق إسلامي وحركة وعمل وتبليغ، كونوا أنفسهم. بعدما هم انسحبوا امام المغول الذين جلبوا البلاد الاسلاميه كبغداد وايران وغيرها، راحوا تدخلوا في شؤون الدوله هناك، الدوله البيزنطيه التي كانت، يعني انهم وصلوا الى مراتب راقيه لا باس بها، حتى صار احدهم من قبل الحكام البيزنطيين حاكما اعلى على هؤلاء الخمسين من المشردين المهاجرين. هذول في الحقيقة كانوا مسلمين أقوياء لا شك فيه، أقوياء مسلمين من السنة، لكن أقوياء في إسلامهم ودينهم على طريقتهم ومذهبهم، وكانوا يحترمون القرآن احتراما كبيرا في أولهم، حتى أن أحدهم واسمه عثمان، ويسمون هؤلاء السلاطين العثمانيين، مو نسبة إلى عثمان الخليفة الثالث، وإنما نسبة إلى جدهم عثمان، كان اسمه عثمان، أخوانا عبد الله عثمان، عثمان جده. هذا الرجل عثمان كان ذات يوم في حرب، ورجع من الحرب، القصة مشاهدنا، وإنما القصة نذكرها كمقدمة، هذا في ابتداء علو نجمهم لنقول كيف على نجمهم. فرجع إلى البلاد في الليل إلى المخيم، حرب، كانت حرب بينهم وبين غيرهم. رجعت إلى البلاد وإذا ينام في الخيمة، وهذا تعبان سهران جوعان عطشان عجزان، إنسان يرجع من ساعة الحرب عشوار، هذا شلون متعالف ومستهلك، وقع على الأرض، على الأرض ينام يريد النوم، وإذا به يلتفت أن على عمود الخيمة، شايفين خيمة يا عمود الخيمة من الكشتة، وإذا على عمود الخيمة قرآن مشدود، ما يقع على السابق كان المسلمين، القرآن كان على رأسهم كما رأيتم في ليالي الأحياء، والقرآن كان معهم أينما ذهبوا وأهلوا وارتحلوا وعملوا، ويوم تركوا القرآن سقطوا، وتركوا أحكام القرآن. وإذا به يرى القرآن مشدود على عمود الخيمة. فكر في نفسه يا عثمان، وهو جندي من ذاك اليوم، جندي أو عريف أو فلاذ هو شيء عادي، فكر في نفسه يا عثمان لو كان هذا السلطان هل كنت تنام أمامه؟ القرآن أهم من السلطان وأهم من كل شيء. فكر في نفسه قال لا أبدا ما كنت أنام أمامه، جلس. حقيقة هذا هو اللي يحتاج اندفاعنا على القرآن، إنسان عجزان من ساعة الحرب راجع، والآن تعبان ما نايم من الصبح لليل راكب، ثم يحترم القرآن هذا الاحترام. بعد ذلك جلس هنيئة فكر، هل هذا لو كان السلطان كنت تجلس أمامه؟ أنا ما كنت أجلس أمامه، قال والله أمام القرآن المشدود على شنو؟ على عمود الخيمة. بعدين فكر يا عثمان لو كان هذا سلطانا هل كنت تقف أمامه هكذا؟ قال لا بنفسه، فوقف أمامه متكفلا، يعني وضع يده في صدره علامة الاحترام،
وقف أمام القرآن من أول الليل إلى الصباح. هذا عمل بالحقيقة جدا عجيب، وعن اندفاع وإخلاص عمل، وإلا هو ما كان هناك أحد حتى يرى خيمته الوحدة. فاحترام القرآن لا تنسوا، وإن شاء الله نتكلم في الليلة حول القرآن كما تكلمنا في الليلة السابقة ليلتين أو ليلة حول القرآن أيضا. بعد ذلك في وقت الصبح هو ينقل القصة، يقول: سمعت هاتفا يقول وأنا بين اليقظة والنوم: يا عثمان، لاحترامك للقرآن وجعلك القرآن بمنزلة السلطان، جعلنا في نسلك السلطنة إلى عدة ظهور. فتح عينه بكل حصة، لأن يعني النوم للإنسان حتى إذا وقف يأخذ النوم. بعد ذلك بعد مدة قليلة، وإذا بولده ملك وولد ولده ملك، وإذا الخلفاء العثمانيين الأكراب، ولهم سلسلة طويلة. وهل تعلمون كم حكموا هؤلاء الحكام؟ 500 سنة. وحتى الكويت والسعودية والعراق ومصر واليمن وبلقان وما أدري كذا، هذا اليونان اللي الآن كذا، وتركيا، عندهم فرد مملكة واسعة أوسع من أمريكا الحاضرة. وهؤلاء كانوا زعماء للأمة السنية، يعني للأمة الإسلامية السنية، في قبال قاجاري كانوا زعماء للأمة الإسلامية الشيعية. هؤلاء هكذا بدأوا حياتهم، لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، لكن المهم الخاتمة يا شباب. إني ابتدأت مسلما متدينا، فهل أبقى مسلما متدينا إلى آخر عمري؟ هذا المهم. ولذلك من الأحاديث يسألونها حسن الخاتمة، يعني في خاتمة أمركم مؤمنين متدينين صالحين. وصلوا هؤلاء أخير حكامهم أو قبل أخير حكامهم، والذي سقط البلاد بأيديهم من؟ السلطان عبد الحميد، هذا الملك العثماني، هذا الملك العثماني الجاهل الجامد، والذي سقطت البلاد الإسلامية على يده. هذا صنع في البلاد سياسة التتريك، ما أدري قاري في المدارس ما قاري في المدارس، سياسة التتريك. سياسة التتريك شنو؟ سياسة التتريك كانت له شعبتان، شعبة نقول سياسة التتريك أنه لا يكون حاكم في أي بلد إسلامي إلا الترك. لماذا؟ النبي قال: الناس سواسية، كاس ناض المشت، لا تلقوا، ولازم في العراق تركي، ولازم في السعودية تركي، ولازم في سوريا تركي، ولازم في مصر تركي، أبدا. أهل البلاد أين؟ أبدا. سياسة التتريك ضد الإسلام 100%. النبي الأعظم، وفي ليلة أفصل لكم، كان إذا أخذ بلدا يجعل الحاكم منهم، لأنه هو اللي يدخل البلاد. الآن لنفرض يجيبون فرا من مصر فرد واحد، يقولون هذا الحاكم الأعلى للكويت، رغم على أنكم أنتم الكويتيين. فرا ما قبلنا، لكن هل هو المصري يتمكن إدارة هذه البلاد؟ شو وضعه ليش مصر؟ وصلوا فرد كويت يخلوا في مصر، رغم على أنكم أيها المصريون هذا الحاكم الأعلى لك. كويت ما يعرف بلاد مصر، عادات مصر، تقاليد مصر، مصر بالنسبة إلى الكويت نفس الشيء، العراق بالنسبة إلى إيران نفس الشيء، إيران بالنسبة إلى العراق نفس الشيء، لماذا أصلاً؟ المسلم خلاص، لا، سياسة التتريك التقدم. سياسة التتريك جزء من هذه السياسة، لازم يكون الحاكم على البلاد تركي، خلاص، حتى الكويت ما كان حاكم تركي، لا، اقروا في تاريخ الكويت السياسي. حاكمهم من نفس هؤلاء الصباح الموجودين الآن، لكن لازم هذول يكونون تحت نظر الوالد التركي الذين هم في البصرة، ولكن كلهم يقبلون، يعني حكومة أستانة تقبل هؤلاء. رجعوا تاريخ الكويت السياسي، هذا سياسة غلط رعناء وخطأ. السياسة الثانية سياسة التكريم، لازم كل إنسان يتعلم اللغة التركية. ولماذا؟
هل لغة تركيا لغة العلم؟ معرفة الغلبة. هل لغة تركيا لغة القرآن؟ مو لغة القرآن. لغة من اللغة هي لغة. أما أنا لازم أن أتعلم اللغة التركية وهو لازم يتعلم التركية لغة القرآن. بل هو يلفظه قوي سلاح وإيمان ماكو يلفظه زين. هذه السياسة سببت تململ البلاد الإسلامية. الشريف حسين قام ضدهم في السعودية ومعلم منه قام ضدهم في مصر ومنه قام ضدهم في سوريا وجئنا إلى العراق. العراق هذا إلى ذلك اليوم. اسمعوا هالقصة يا شباب. ولماذا سقطت البلاد الإسلامية وأسقطونا معهم؟ صارت حرب في بلادهم ما تسمى بلاد البلقان، يونان، يوغوسلافيا، صرب، هذه كله بلاد العثمانيين، الأتراك، اقرأوا في التاريخ. والمسلمون الباقون في تلك البلاد، هذول مساكين مسلمين كانوا، وفرد مرة انسحب عنهم العثمانيين، والغربيين سيطروا عليهم، وجعلوهم تحت الشدة والضيق في قصة أخرى من القرآن. لما أنه قامت حرب بين العثمانيين وبيننا وبين البلقانيين أخذوا الجندية الإجبارية من جملتها أخذوا الجندية من العراق أطول الناس الجندية الإجبارية في خالد الحرب وجعل إسلامي بعد ذلك قالوا الجيش قليل عندنا لكن الكبار أيضا يأتون إلى الجندية شنو أصعد؟ شباب أخذتموهم لا لازم الكبار عندي كبار عمره 40 سنة 50 سنة بنظروا يودوا إلى البلقان الناس امتنعوا من هذا الشيء دخل البلاد ما هو فائد فكانوا بس يعفون الشيبة والنساء والأطفال الناس امتنعوا فأخذوا بأمر الخليفة يدخلون بيوت الناس في العراق بالقوة يفتشون هل هنالك إنسان صالح للجندية أم لا يفتشون البيوت تفتيش تفتيش وتفتيش وتفتيش بعد ذلك أخذوا يتعرضون للنساء في كربلاء في النجف في حلة المدن المقدسة وغير المقدسة شنو؟ هذا الجندي التركي يجي ويوخر عباءة المرأة البيت حتى يشوف مرأة الرجل رجع الناس إلى مرجع التقليد في ذلك اليوم كان ذاك اليوم عندنا مرجع تقليد عظيم مرجع تقليد كل الشيعة في العالم الإسلامي واسمه السيد محمد كاظم الطبرقالي هذا عالم كبير وله كتاب جدا مهم ويسمى كتابه بالعروة الوثقى الله يرحمه السيد محسن الحكيم شرح هذا الكتاب شرح وانا ايضا عندي شرح على هذا الكتاب وهو مصدر علماء اليوم كتاب السيد محمد كاظم الطبرقالي المرجع الاعلى للشيعة الناس رجعوا الى شنو سيدنا هذا يجوا إلى بيوت بالقوة ويكسرون الباب يدخلون البيوت يوخرون عباءة المرأة حتى يشوفون رجل أو المرأة سيد محمد كاظم رجع الوالي في بغداد هذا مو جائز شرعا حقيقة شوفوا حتى أحمق يفهم هذا الشيء ما يريد أنه مسلم يكون لكن هؤلاء جمودهم أكثر كان من أن يفهموا حتى الأمور البسيطة بصفة مرجع أعلى رجع الوالد شنو هذا العمل منكم؟ قالوا هذا هو أمر من أصطان من الخليفة جاء خليفة منو؟ خليفة يعصي الله تعالى يسمى خليفة خليفة رسول الله يعصي الله بهذه الصورة يدخلون البيوت بالقوة هل فعل هذا رسول الله؟ قال لهم قال هل فعل هذا رسول الله؟ هل فعل هذا أبو بكر؟ هل فعل هذا عمر؟ هل فعل هذا عثمان؟ هل فعل هذا علي؟ أبدا أمر من أصطان جاء لازم سيد محمد كاظم قال لهم لا بأس أتدردون بالقوة تنفذون هذا الشيء جيبوا معكم النساء هذا أفضل شيء معكم لأن هذول الجنود الذين يدخلون البيوت وبالقوة يدخلون على المرأة في غرفتها ويوخرون عباءتها حتى يشوفون رجل أو مرأة يعني رجل مختفي أو مرأة عندكم نساء جيبوا نساء ما تستطيعون قالوا لا أبدا شو هذا أبدا هذا حاجة حقيقة شوف كل هذا الحكيم أحمق إلا إذا إنسان يكون أحمق القوة وأنه يريد السقوط والإسقاط ما فرقوا يا محسن سمعان كابت الطبرقالي أفتى للعراقيين قال أي بيت دخله رجل عن وطن بهذه الصورة تقوم بالرصاص ما لحظ إذا صارت
بينكم محاربة تقتلوا. حديثة عن رسول الله لعبد الشباب أيضا نقول هذا الحديث. الرسول يقول المقتول دون ماله شهيد. يعني مثل واحد بالقوة يريد يأخذ مالك بيتك وأنت حاربت قتلته هدر قتلت فأنت شهيد. والمقتول دون نفسه شهيد. الرسول يقول يعني مثل واحد أراد أن يقتل أنت قتلته فلجعلنه هذا هو قتلك أنت شهيد رأسا بروح الجنة. والمقتول دون عرضه شهيد. فالواحد تعرض لزوجتك أمك أختك بنتك عمتك خالتك قتلته إلى جهنم هذا قتلت أنت فيها المدافعة أنت شهيد. الرسول الأعظم يقول المقتول دون ماله شهيد، المقتول دون عرضه شهيد، المقتول دون نفسه شهيد. ثم عمر ثابت الطبراني المرجع الأعلى للشعب ذلك اليوم قال لهم إذا العثمانيين أرادوا كسر باب بيتكم والدخول والفحص عن الزوجة والمرأة والأخت وانتهى الأمر بالقتال فاقتلوه. إلى الأرواح كلها قام ضد هؤلاء الجهلة ولا نقول أكثر من هذا. هل هذا الأمر صحيح؟ وبالفعل العراقيون قاموا بإخراج هؤلاء. قالوا لا نريد خليفة يعصي الله في أعراضنا. لأنه قد يعصي الحال تدري حتى إذا الشباب جلود معهم إيمان يدخلون البيوت والمرأة الشابة وكذا هذا معناه عصيان الله في أعراض الناس في بيوت الناس ما عندهم قوة. هناك مشغولين بحرب بلقان، هناك شريف حسين قائم ضدهم، هناك في سوريا جعلوا ذلك واحد يقيم قرية اسمه في المدارس عن هذا اسمه هواي هاتو جمال باشا الشفاء يغلق الناس يعذب باعتباط النظر الشفاء. النتيجة شنو صار؟ النتيجة صارت أن في العراق لفتوى المرجع الشيعي الأعلى السيد محمد كاظم الطباطبائي صاحب الغر والمقطع حورب الأتراك وأخرجوا من البلاد. سقطوا وأسقطوا شعب ما عنده حكومة بلا شعب. هل يتمكن أن يعيش حكومة بلا شعب؟ ثم حكومة تعيش بلا شعب في معصية الله. الناس تفرقوا عنه ولذا أنه أخرجوا من هذه البلاد. وقصص طويلة وعريضة. نفس هذا عبد الحميد ابن أخيه نفسه وجروه في الشوارع جعلوا حبلا في عنقه. هذا الخليفة اللي كان أكبر من كارتر اليوم لما أما بحمقه وسوء تصرفاته جعلوا حبل في رقبته وجروه في الشوارع ثم سجنوه ومات في السجن إما قتلا وإما صوما نتيجة أعمال. نفس هذا عبد الحميد كانوا يقولون له حقيقة شوفوا شلون العمل بعدم الإسلام يجب سقوط الإنسان إن عاجلا أو آجلا. يا شباب لا تعصوا الله. الله يأخذ. لا تقولوا كل أحد ما يفهم. لا تقولوا هذا مو حكي. المعصي الله قوي عارف. يعرف شلون يأخذ الإنسان. إنسان دائما لازم يا فتيات في الجالسات هناك نقول نعصي الله سبحانه وتعالى. الله يوم يأخذ الله ميخن على قول خطيب كان عنه ذكر الله يرحمه كان يقول الله يمهل ولا يقبل. الله يمهل صحيح أمهل 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 أمهل. وفي القرآن الله يقول لك بعبارة أخرى أجمل وأسرع يقول فلما آسفونا انتقمنا يعني احنا صبرنا حتى عرضونا لما عرضونا انتقمنا. انسان دائما لازم لا يعصي الله لان الله عالم قادر سميع بصير. هذا عبد الحميد كان له اخر تفاصيل ما عليه كلمه في القران الحكيم. الله يقول واعدوا لهم ما استطعتم من قوه. يقول الله في القران هذا الايه. هل عبد الحميد كان في الآية فوق راسه؟ لا. كان على اللافتة مكتوب الإسلام يعلو ولا يعلى عليه.
الحديث عن الإسلام ويعنوس ولا يعلى عليه، وإن شاء الله إذا طال عن ذيل الرجاء أمثل لكم هذا الحديث على الله ورأي الفقهاء الإسلاميين في هذا الحديث. فهذا الرجل يجيبونه مصلحون علماء، حتى علماء من إيران راحوا له، هذا شيخ مروض البرامي راح له، شعب قبل راحوا له، بعد راحوا له، يقولون عني البلاد الغربية، البلاد الكفار المسيحيين كي يقوون أنفسهم أسلحة جديدة، صناعات جديدة، تنظيم جديد، تفكير جديد، كون نفسك، كون إمبراطوريتك. يشير من الآية الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، لا تخافوا، إحنا أعلى. أنت أعلى من الرسول؟ الرسول أيضا كان يدري أن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، ومع ذلك كان يجمع الجيش، يجمع السلاح، حتى النبي كان يجمع التم. راجع التاريخ وقت اللي تم حرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، المسلمين فقراء، الرسول يقعد في المجلس، أيكم ينفق في سبيل الله؟ شايفين في مساجد نجمع احنا لاية الحسينية والمسجد وما أشبه في كل مساجد المسلمين. الرسول هكذا كان يجمع المال لأجل الحرب، ويشتري السلاح، ويهيئ الأبطال. وحتى أن المؤرخين ذكروا أن الرسول لما دخل مكة في فتح مكة كان لابسا درعين يعلم المسلمين السلاح، درع، وكان على رأسه مغفر، يعني خوذة على رأسه مغفر، هو من حديد المغفر، على رأسه مغفر، ووجهه مقنع بالسلاح حتى لا يظهر منه إلا عيناه فقط. النبي يفهم، عبد الحميد يفهم، الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، كانوا يقولون عنك الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، صحيح، لكن سنة الله في الحياة أن الذي عنده سلاح أحسن وتكتيك أحسن ونظام أحسن يغلب. وإذا الغربيون صار سلاحهم أقوى وأحسن وصار لهم وسائل حديثة، واجتاحوا تركيا وجد تركيا إشراقها، خلاص. الإسلام الذي سقط إنما سقط على يد هاتين الحكومتين القاجارية والعثمانية الجاهلة بمبادئ الإسلام وغير المطبقة لمبادئ الإسلام، هذا صار سببا للسقوط. وكما قرأنا في الآية المباركة الله يشير إلى العلم في آية الفاعلين وفي آية العالمين، لماذا يريد الإشارة إلى أنه أيها المسلمون إذا أردتم التقدم في الحياة فعليكم بالعلم والعمل. هذا موضوع ثاني مربوط بموضوعنا البارحة، وإن شاء الله لعلنا نتكلم في الليلة القادمة أو بعدها بليلة حول أنه الآن حدث ما حدث. وكما يقول الشاعر أيتها النفس أجملي جزعا، إن الذي تحذرينا قد وقع صار. قلنا لولدنا عمي للسوق السيارة الساق واصطدم وتكسر، هذا شو العلاج؟ العلاج مديره مستشفى الصباح العظام قد يعالج. الآن هاتان الحكومتان الجاهلتان أسقطا المسلمين، هو سقطا المسلمين، هو سقطا المسلمين. الآن نحن كمسلمين وكشباب وككبار وكنساء وكرجال وكمختلف الطبقات، ما هو التكليف حتى نتمكن بإذن الله تعالى أن ننهض المسلمين من هذا السقوط، وحتى ترجع إليهم عزتهم وسيادتهم في المستقبل؟ كيف؟ نسأل الله التوفيق لما يحبه ويرضى.